كان بيبحث على ذهب ابنه حسب ما سمعت يعني. حفر 15 متر تحت الأرض حسب ما سمعت وشفت. صار الآن تصدعات بالعمارة وصارت أيضا السقوط، وحطوا حدايد تمسيك على أساس أنه على كل عمارة تثبت ما توقع. باقي ينزل تحت الأساسات، باقي ينقب عن ذهب، يدور عن دفائن. يعني المبنى متضرر كثير، متصدع. فمحافظ جرش جزاء الله كل خير، يعني أخلى المبنى كامل. المبنى هي زي ما أنتم شايفين من ثلاث طوابق، الطابق الأول مخازن، يعني بسكنوا أطفال كثير، يعني حرام. يعني هو بنقب ما بعرف إنه في أطفال، في حوالي 20 طفل بالمبنى، حرام عليه الحكي هذا. والله أنا شفت الحفرة، طلعت عليها، يعني الحفرة نازل، يعني نازل مسافة كبيرة، واصل الساسات، تحت الساسات. والله هي حطوا شريط، عزلوا العمارة وفضوها الجهات المعنية. إحنا يوم واحد بحفر على ذهب وإحنا معناش خبر، ماشي؟ احنا شو ذنبنا يوم من الشرد او السكان اللي معانا كلها اطفال كلها شردت في الشارع؟ يعني مش حرام؟ يعني لقون لحل لهم، يعني يا اما المحافظ بلاقي لنا حل. اخلوا اهلي واخلوا العماره كامله. هسا اهلي قبل ثلاث ايام تشردوا، عودنا رجعنا رجعناهم، فهمت علي؟ اجت اليوم اجى الدفاع المدني والبحث الجنائي والشرطه، اخلوهم خاوه غصبا عنهم، قالوا لهم يا عمي خذوا كل واحد ياخذ غيارين ويفل من العماره. ليش يا عمي؟ قالوا يا عمي هاي للسقوط. يا عمي طب احنا وين نروح نشرد؟ انا يعني ولا مؤاخذه حياتي عقدي، واجوا اهلي استضافوني ثلاث ايام ورجعتهم، وهسه ايش؟ رجعوا هجروهم، هسه وين بدي يروحوا اهلي؟ احنا قادرين نسكن اهلي، واهلي تشردوا، واحنا حالتنا على الله، كل يوم بيومه، يا بناكل يا بناكلش. اشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ما اكلنا. ساكن بالبنايه له يعني عمر ساكن، وحافر تحت البناية 15 متر ل 20 متر بيحكوا، أنا ما شفت بعيني بس الشرطة هيك حكت. يعني اللي بحفر له 15 و20 يوم أكيد عمارة بدها تصدع، أكيد صاحب العمارة يعني المفروض يكون إنه عنده علم، كونه رايح جاي على عمارته على بنايته بيطلب إيجارات كهرباء محافظ عليها، معناته بكون لازم متابع العمارة. الدفاع المدني الامن الوقائي. انا انت لما رنيت علي شوف انا اقول دعتك عمر الطابق الثاني والثالث، هو نفسه صاحب العماره هاي. من هو صاحب العماره؟ عصام النبس. لا يا حمود من اول هاي من اول هاي زمان سالفه، مش من هسه. هلا 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 عنوش احكوا له للزلمه شو